ارتفاع حصيلة ضحايا السيول في الأردن واستمرار البحث عن المفقودين. غضب في وادي عارة جراء اعتزام السلطات الإسرائيلية مصادرة أراضٍ. ووقفة احتجاجية تنديداً باعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المقدسات الإسلامية والمسيحية. ارتفعت حصيلة ضحايا السيول العارمة التي اجتاحت منطقة البحر الميت غربي الأردن إلى 21 قتيلاً و35 مصاباً. جاء ذلك وفق ما أعلنه الدفاع المدني الأردني في بيان له أشار فيه إلى أن عمليات البحث ما زالت مستمرة عن مفقودين في موقع الحادث. بدوره أعلن الديوان الملكي الأردني الحداد لثلاثة أيام على أرواح الطلبة والمواطنين الذين قضوا في الحادث الأليم بمنطقة البحر الميت بعد أن دهمتهم السيول. مع كل منخفض جوي يجتاح منطقة النقب جالبا معه السيول والفيضانات، تتكشف هشاشة البنية التحتية، وكانت آخر تجليات ذلك مصرع طفل في الرابعة من العمر من قرية الحمراء مسلوبة الاعتراف في النقب. للمؤسف جدا كانت حالة وفاة إحدى أطفال هذه القرية، ونحن نقول بشكل واضح وصريح أن المسؤول الأول والأخير هي المؤسسة الإسرائيلية التي منعت منا إقامة الحواجز ومنعت منا أيضا تقديم الخدمات لنا أو المراكز لهؤلاء الأطفال. تجمع الجهات المختلفة على تحميل السلطات الإسرائيلية مسؤولية الأنفس التي تلاقي حتفها في مثل هذه الكوارث، فقلة الاهتمام الممنهج التي تفضي إلى وقوع مثل هذه الكوارث أصبحت متوقعة من بداية تساقط الأمطار في كل شتاء. بسبب التصرف، بسبب الإهمال الذي تعاني هذه القرى من الجهات الحكومية والتي لم تهتم بها ولم تؤمن لهم الحياة كما يجب، حيث لا ماء ولا كهرباء ولا طرق ولا بنية تحتية، وهذا يؤدي خطورة على أهلنا في قرى مسلوغة. نتوجه من هنا إلى المكاتب الحكومية والدوائر المعنية بأن تهتم بهذه الأمور على أن لا تكون عندنا هناك ضحايا في المستقبل إن شاء الله. اقتراب هذا الشتاء حمل معه هذه السيول والفيضانات التي باتت مشهدا معتادا للمواطن العربي في النقب، مشهد يجذر التمييز الصارخ والاستهتار بأرواح المواطنين خصوصا إذا كانوا من العرب. مع اقتراب فصل الشتاء تواصل سلطة الأمان على الطرق تحذيراتها بشأن فحص المركبات قبل سياقتها، وذلك وسط تخوفات من ظروف الطقس الشتوية المقبلة التي قد تؤثر سلبا على سلامة السائقين. احنا بننبه سائقين عشان نقدر نخفف او نلغي حوادث الطرق الموجودة ونلغي من الإصابات الموجودة ونلغي كتلة اللي هني على الشارع. فبحب وبوجه بشكل مباشر للسائق تحضير مركبتك قبل ما تطلع على الشارع، قبل ما تطلع تسوق في الأزقة الموجودين احنا موجودين فيها واللي ساكنين فيها في الشارع الرئيسي. كمان لازم يكون في عنا انتباه بشكل كامل، عدم التشتت، لازم يكون في تركيز في السواقة. وبينما تستعد البلاد لأجواء عاصفة نوعا ما، يؤكد المختصون أيضا أنه يتعين فحص نجاعة كافة أجزاء المركبات وذلك لضمان سياقة آمنة. فيش إشي معين لأنه هاي بلاش وهاي لازم تنعمل، من ناحية عجال، من ناحية فرونت، من ناحية ستيرينج، مواسير بريك، الإشارات، البودي داخل السيارة، المركبة، القشط، يعني الحزام الأمان، مع كل الشغلات كله لازم يكون بحالة جيدة. كل شيء مهم، حتى الإشارة مهمة، البريك مهم، نفس الشيء زي الإشارة. ممكن يعمل حوادث بالشوارع، ممكن إشارة أعطاها وتشتغلش عنده يخش في واحد أو واحد يخش فيه أو يفوت فيه يعمل حادثة. ويشير المختصون أيضا إلى أن هذه الفحوصات الدورية من المهم إجراؤها في جميع فصول السنة، لكن فصل الشتاء تحديدا قد يخلق ظروفا تزيد من صعوبة سيطرة سائق المركبة عليها، ودون إجراء الفحوصات والتصليحات اللازمة قد يكون السائق أمام موقف لا يحمد عقباه. أقدم متطرفون إسرائيليون من عصابات تدفيع الثمن على كتابة عبارات عنصرية معادية ومسيئة للعرب، ومنها تدفيع ثمن والانتقام على منازل وعدد من السيارات في قرية يافة الناصرة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها متطرفون إسرائيليون على يافة الناصرة وغيرها من البلدات العربية في الداخل، فقد أقدم متطرفون يهود على حرق سيارتين وكتابة عبارات عنصرية لقتل عملية تل أبيب على شاحنات في ذات القرية خلال الأشهر الأخيرة. فصل جديد من فصول مصادرة الأراضي العربية، وهذه المرة في منطقة وادي عارة التي ستخسر نحو 1000 دنم من أراضيها بذريعة توسعة وتطوير شارع رقم 65. الحديث يدور عن مخطط تتال 38 من منطقة ماجدو إلى منطقة جان شمويل، مرورا بكل البلدات العربية من أم الفحم إلى كفر قرع. الحديث يدور عن مخطط شامل بطول 26 كيلومتر، ولكن البلدات العربية هي 13 كيلومتر من المخطط. أصحاب الأراضي المهددة بخطر المصادرة رفضوا بشكل قاطع الحجج التي تذرعت بها السلطات الإسرائيلية، ورأوا في ذلك بعدا سياسيا يستهدف الأرض والهوية. الأرض مهمة جدا، أنا وعيت وإحنا نشتغل بهاي الأرض ونأكل من خيرها ونزرعها، أبوي وسيدي وأبوه من قبل وأولادي كلياتنا. اليوم بدك أنت تصحى على واقع جديد اللي أنت ما عندكش أرض، ما عندكش زيتون. هذا طبعا دمار على الأرض كلياتها، وهذا الأرض هاي هويتنا، وإذا الواحد هون بيضيع الأرض ضاعت هويته. في الوقت الذي أصبح فيه المخطط أمرا واقعيا، لم يبقى أمام أصحاب الأراضي سوى الإسراع من أجل تقديم الدعاوى للحصول على تعويضات مالية قبل فوات الأوان. المبالغ هذه أقرت من قبل الدولة ومن قبل الحكومة ومن لجنة البنية التحتية، ما على المواطن إلا أن يتقدم بأوراقه، وهذه مسؤولية كل صاحب أرض على حدة. ويمتد الشارع وفق المخطط إلى نحو 26 كيلومتر من منطقة جان شمويل جنوبا إلى مفرق مجد شمالا، ويعزل البلدات العربية عن الحيز العام ليضربها اقتصاديا كما يقول الأهالي. نظم مجلس كنائس رام الله وقفة أمام كنيسة الأقباط في المدينة تنديدا باعتداء شرطة الاحتلال الإسرائيلي على كهنة أقباط في ساحة كنيسة القيامة. بدوره أكد قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش على وحدة الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين للوقوف في وجه الاحتلال الإسرائيلي. رسالة المسلمين والمسيحيين في فلسطين أننا سنظل ندافع عن مقدساتنا وعن حقنا في الحياة وعن حقنا في العبادة وعن حقنا في القدس عاصمة دولة فلسطين، طال الزمان أم قصر، وهذا الاحتلال سيزول. هذا واستنكر مجلس كنائس رام الله الاعتداءات السافرة على المدينة المقدسة التي تدل على وحشية الاحتلال الذي يهدف إلى الاستيلاء على المقدسات وانتهاكها وفرض واقع جديد فيها. نحن اليوم خلال هذه الوقفة نريد أن نعبر عن تضامننا ومحبتنا لإخوتنا الأقباط، إنما هنا لكي نعبر أيضا عن رفضنا لكل ما يجري ضد جميع المقدسات العربية إن كانت المسيحية ولا الإسلامية. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه زار سلطنة عمان برفقة رئيس الموساد يوسي كوهن، والتقى السلطان قابوس بالعاصمة مسقط. ورافق نتنياهو في الزيارة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات ومدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية يوفال روتيم والمستشار العسكري للحكومة الإسرائيلية أفي بولت. هذا وأكدت سلطنة عمان الزيارة فيما أكدت وكالة الأنباء الرسمية أنها جاءت بهدف بحث دفع عملية السلام في الشرق الأوسط ومناقشة بعض القضايا التي تحظى بالاهتمام المشترك بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة. زلزال بقوة 6.4 درجة وقع قبالة اليونان في الساعات الأولى من صباح الجمعة بحسب أجهزة رصد الزلازل، وألحق أضرارا بميناء وديل يرجع للقرن 15، لكنه لم يتسبب في إصابات خطيرة. الزلزال وقع على مسافة 50 كيلومترا جنوبية جزيرة زاكينثوس بحسب معهد ديناميكية الأرض في اليونان، وقدرت كل من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية والمركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل قوة الزلزال بنحو 6.8 درجة.
ويقع الدير الذي لحقت به تلفيات في منطقة ستروفاديس بالجزيرة، كما لحقت أضرار بميناء جزيرة زاكينثوس بالقرب من مركز الزلزال. وقالت هيئة المسح الجيولوجي إن مركز الزلزال كان على مسافة 130 كيلومترا جنوب غربي باتراس في بيلوبونيز، وشعر به سكان العاصمة اليونانية أثينا وفي دول أخرى كإيطاليا ومالطا وألبانيا وليبيا. وكان الزلزال قريبا من السطح بدرجة كبيرة، إذ وقع على عمق 14 كيلومترا تحت قاع البحر، ما جعل الهزة كبيرة وأعقبته هزات ارتدادية متوسطة. وأبلغ متحدث باسم وكالة الحماية المدنية اليونانية رويترز أن 3 أشخاص نقلوا إلى المستشفى، 2 منهم إصاباتهما طفيفة. ارتفاع حصيلة ضحايا السيول في الأردن واستمرار البحث عن المفقودين. غضب في وادي عارة جراء اعتزام السلطات الإسرائيلية مصادرة أراض. ووقفة احتجاجية تنديدا باعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المقدسات الإسلامية والمسيحية.